لا توقعت في افشنت هون. وعليكم السلام ورحمة الله. نايت إلي. محتاج شي في اللعبة؟ لا حبيب، انت اذا بتحب تلعب حياك الله. انا بلعب اتسلى، بخلص مهمات الفي بوكس. طيب ضيفني، شايف اسمي فوق؟ ضيفني وتعال نلعب. عندك أغراض؟ لا والأغراض ما أبي، بس أنت إذا تبي ما عندي مشكلة، أنا كمان جاهز يعني أي شي تبي. وأنا كمان ترى زمان ما لعبت بس هينا بنتسلى. وما بتعطيك في بكس الجيم، لأنه صارت تعطي في بكس فقط على ال لا إله إلا الله، على المهام اليومية. يعني شالوها الشغلة القديمة إنه في بوكس كل يوم. فأنا بدخل بشوف المهام اليومية وبناء عليها بنجيب الفي بوكس. يعني أنا المهمة اليومية عندي استكشاف. أنا شاري زمان بس كان الفيبكس رايح. أوكي، لا أنا شريته كان الفيبكس موجود. مهمتي أنا اليوم استكشف هدول الأوت دور. هيهم شايف، هذه مهمتي اليومية. ضايل علي واحد إن شاء الله بنخلص. بس قلوا اللاعبين كثير يعني، فلذلك احنا عم نتعذب انه بطل في لعيبة كثير. بس يعني لا زالت الجيم حلوة، انا بتسلى فيها. يعني بتسلى، بضيع وقت، وكمان بنجيب في باكس، وبنفس الوقت الباتل باس عندي شي نادر. ما ادري بعطيه لحد، ما بيضل عندي. ما ادري لو نادر كثير. طيب ضيفني، انت عم تلعب ولا عم تحضر الحين؟ حمستني والله يا نايت. أبي اسمك بس، وينه؟ هيو اسمه، ثواني. هيو هذا اسمي، شايفه دكتور تاب تاب. يا حي الله فارس. فهمت عليك، هذا الانديورنس اسمه. أنا صراحة ما قدرت أكمل الانديورنس، بده شغل كثير. ماسك هذا، ما بنزل سلاح. وهذا اوكي بامكن، وهذا كمان كثير ممتاز. بس موجود نايس. متذكر ايام الاو جي لما كان، لما نزل هذا في الباتل رويال، كنا نعمل رايد على الصاروخ. واو حبيبي، شكرا. والله فارس مختم الجيم انت، كل الميثك الأسلحة موجودين معاك. والله برافو ما شاء الله عليك. لا خلص، خذوا هذا حبيبي. شكرا، أعطيتني واحد، أخذت واحد. هيو أكيد.
والله حبيبي فارس كلك ذوق. والله فارس فارس لا لا كثير. أوب 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 أوب. فارس حبيبي والله يسلم ايديك. فارس طب بلاش انت ترجع تلعب الجيم. والله فارس كثير هيك. لا يا رجل لا 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 ترجع انت تلعب الجيم. لا لا والله انا باخذ الترابس مبدئيا. زينون بو كمان. قل لي فارس السوبر تشارجر من وين كنت تجيبه؟ والله الباك باك فل عندي. انتظر انتظر برمي الأشياء اللي ما بيها يعني. وش هو السوبر تشارجر؟ نسيت. طيب السوبر تشارجر اللي بخلي السلاح يطلع فوق 130، مش السلاح العادي لما تطور. شايف عندي على الشاشة 130 القوة. السوبر تشارجر بخليك تعمل أسلحة فوق 130، زي الأسلحة اللي انت عطتني إياهم هدول. وشوف النجوم زرقاء على هذا السلاح، عرفته؟ سوبر تشارجر بخليك تعمل نجمة زرقاء على كل سلاح، يعني توصل لليفلات أعلى في الأسلحة اللي تقدر تطورها. هذا كيف جبته؟ أوه الفاوندرز. أنا فاوندر، عندي أسلحة الفاوندر، بس كان طول يومي اللعبة. والله واضح ما شاء الله عليك، كثير مختم، كثير كثير مختم في اللعبة. أنا فارس حبيبي، هذا السلاح اللي اخترته فاوندرز حق النينجا. خلني بعطيك منه كمان. لا 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 والله كثير، والله كثير حبيبي، ما بثقل عليك والله. بعطيك أنا سلاح الفاوندر كمان. هذا سلاح الفاوندر حق السيف، هذا السيف الفاوندرز برضو بليزنج ماسيمو. الفرد لا والله ما أعتقد، استنى أشوف. أصبر أصبر أشوف الفرد. فاوندرز درام رول، فاوندرز ديكونستراكتر. ما انا متذكر اني اشتريت الجيم كلها. فاوندرز كويك شوت، شايف عندي اسلحة الفاوندر تقريبا كلها. هذا استنى بنشوفه بنشوفه. اوه والله فاوندرز لو برينجر. اوه نايس نايس نايس. نشوف الثاني. فارس حبيبي والله كثير كذا يعني، انت دمرتني بلطفك. اخذته اللي بين الفخاخ. الله يسعدك والله، مش عارف شو اقول لك، انا جدا محرج منك. ندخل عندي، يلا تعال انا بطلع من هنا. اوكي هذه الترابات والاشياء. أوب 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 أوب. والله فارس انت مختب الجيم. ثواني بس ارمي هذا هنا. فارس حبيبي خلاص خلاص والله خلاص، يعني اكثر من كذا لطف واحترام ما في. خلاص تبارن. هذا جميل. السهم، أي سهم؟ فارس حبيب والله ار بي جي الفضاء. انتظر اشوف.
هذا صح، دي اتمايزر. ايه خلاص حبيبي فارس، والله يا اخي انت جدا 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 محترم، انت زين حبيبي فارس، والله شكرا مرة 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 شكرا. بس يا ريت انت ترجع تلعب الجيم، اذا بترجع تلعب الجيم خبرني انا جاهز. كثير اكسات اكسات، لا ما بحتاج تبارل، والله اعطيتني Guardian's Will. هات نشوف هذا Guardian's Will. حتى الهيفي ممتاز فارس، والله متى ما ترجع تلعب الجيم هذه او باتل رويال او اي طور خبرني انا، يعني بتشرف اني العب معاك. اكيد ترى مش باقي معي وسع، مش باقي معي وسع. 232. اوه سير لانسلوت، هذا للام اس كي، هذا للام اس كي ممتاز والله حبيبي فارس. ولا انا كمان بالباتل رويال انا كمان مش لاعب كثير، بس انا بلعب عشان اتسلى صراحة، فبنلعب نمزح ونضحك يعني فلة يعني صراحة فارس، يعني بحياتي ما مرق علي بني آدم مثل كذا، يعني ما شاء الله عليك معطاء كثير صراحة، والله فل كل شي فل، ما معاي وسع أشيل ولا شي. طب أنت تبي شي؟ يعني مش عارف شو بدي أقول لك أنا، انت ما شاء الله قاطعني بمراحل في الجيم. حبيبي فارس والله انه كلك توق والله. طب انا كيف بدي ارد لك المعروف، انا مش عارف. لا تحيرني ترى بخجل انا والله. والله بخجل، كيف بدي ارد المعروف عاد. والله حبيب قلبي فارس، الله يسعدك الله يسعدك يا أخي، كلك ذوق والله كلك ذوق. حبيبي يا فارس، طيب بتروح تلعب الحين؟ نروح نلعب ولا شو؟ والله من كرمك ولطفك، يعني أنا كثير منحرج منك. نحكي على شات، تسمعني من شات التويتش ولا تسمعني من شات اللعبة؟ ما عليك زود، الله يسعدك حبيبي. الله الله، انا عشان قلت لك بنحرش قاعد تحرش فيي اكثر واكثر. حبيبي فارس الله يسعدك. طيب يلا ندخل ماتش ميك، بس اسمع انا بقول لك من الحين، انا ترى مش لعيب وانت بتقول انت مش لعيب، الله اعلم شو يصير فينا، المهم انه ننبسط مع بعض اهم شيء. هذا اصعب سؤال في اللعبة، انت اختار وين بننزل. يلا ركلس. عندك سوني فور انت؟ اوكي انا عندي 4 وعندي 5، بس صراحة الثنتين ما عرفت العب على الكنترولر ولا على الماوس والكيبورد، يعني بضل بالنسبة لي البي سي اسهل للاستعمال، هي تعويد يعني على ايش انت متعود. والله شكلنا لحالنا هون، كنترولر 5 معلق، في منه الحكي صراحة أنا بتعذب فيه، مش كثير سهل يعني.
هذا الصندوق جديد. مغيرين أماكن الصناديق. أفا شايف الباونتي بعيدة فشكلنا لحالنا هون. والله مغيرين أماكن الصناديق وكل شي. يسلم يا حبيبي. يلا نروح على البوس ناخذ الميتاليون. والله أصعب شيء في البوس هو البوتات حقينا. خد الميداليون ونروح الخزنة. يلا نروح الخزنة. خزنة هنا. سكار لا سكار عجب علي. سكار عجب علي والله.
خلاص مشينا. انا اخذت باونتي والباونتي هرب راح بعيد، فانت عاد اختار وين بتحب تروح. وما طلع لنا بوتات كمان عشان نفرم. طلق سنايبر معاي معاي معاي، هاي طلق سنايبر. هاي في ناس، في ناس. دير بالك مع سنايبر. معاهم ان بي سي، البوت هذا معاهم البوت. بقرب عليهم شوي. أخذوا الستورم، بس وين راحوا؟ صوتهم الدراجة. دراجة بس أنا مو شايفهم صراحة، بس سامع صوت الدراجة. هاي عندي كأنه شفته شفته، طلعوا فوق. في ناس عند البوس كمان كأنهم. في ناس جوا ركلس، خلينا نروح نخلص من هذولاك اللي في ركلس، لأنه هذول الاثنين بس بهربوا قاعدين. عندي يا عيني عليك، يا عيني عليك. يا واخيرا لقينا ناس، هذول بريحونا في الموارد. هذا واضح اللي عندي شكله بوت.
فرز دقيقة، أنا بس بدور على AR صراحة، كنت ناوي ألعب بدون AR بس على الفاضي في حالات كثير بدك فيها AR. يلا يلا لا لا لا، خلي معك خلي معك، انا بقى معاي الذهب الثاني تبع فاليريا، بجيب AR ثاني عادي مو مشكلة. خلاص نمشي من هنا الحين و في روينت. يلا بنروح روينت او جهة روينت. تيمور حبيبنا انت فتت على التيم، بس احنا طافين الشات الجيم وعم يسمعني من شات التويتش. ف يلا بس ترجع فارس قول لي اذا بدك تروح على الجزيرة. اها في ناس. دمجنا لهم السيارة بس مش كثير. هيا هنا والله، هذول الاثنين اللي بضلهم يتخبوا. عادي عادي اي حدا بدخل عادي فارس، هذول هم نفسهم اثنين اللي بضلهم يتخبوا. شفتوا لابس السكن الازرق؟ اوه صح عليك، شفتها حضرتها اتش دي الطلقة. في ميدالين ورانا، في ميدالين ورانا، تنتين ميدالين ورانا. فارس نروح نرجع للي ورا احسن، شو رأيك؟ اللي ورا هنا ميداليتين. يلا اوكي نخلص من الميداليونز أول وبعديها نلعب براحتنا. حضرت هالطلقة هذيك. هيهم في السيارة، دخلوا في السيارة على الويست، رايحين على النورث ويست. هنا يعني في هذا المكان بس مشيوا بالسيارة، ما أدري وين. أيوة هاي هم. رايحين الجزيرة شكلهم. في ناس على الإيست كمان. واحد عمل ريبوت.
نطلع على الجبل من هسه من هون، شو رأيك ناخذ هاي جراوند؟ يلا اوكي. تحتاج شيء؟ طلق، موارد، طلق SMG. اه لا لا، برا برا الزون، برا الزون فارس، صار برا الزون. روح بالنط بالنط لانش باد، بالنط لانش باد. هاي هاي واحد شكله بوت. باخذ هذه، هاي معي ثلاثة بيج. اوكي شايفه أو مش شايفهم بالأحرى، شايف موقع الميدالية يعني. هذه الهاي جراوند منيحة، هم هناك. تعال خلينا هاي جراوند هون. أرضية عشان تبني براحتك. مش ضايل كثير. الميدالية ورانا كأنهم، ولا جنبنا؟ اه شفته شفته. في واحد على الروف. اه شايفه بالطاوش الحين. في واحد مات، ضايل ثلاثة. لا في واحد في الستورم، في واحد في الستور. ميه هنا هنا. نزل. اكيد لازم نروح ستورم. يلا باقي ثلاثة وهاي هم بتقتلوا. دير بالك. اوه نوك نوك نوك. يلا صح عليك، صح عليك، والله صح عليك. يلا
بدك تلعب كمان ولا دايما اول جيم عشان ننزل حامين. بدك تلعب كمان ولا بدك تروح؟ يلا يا ريت.